كان ملفت بالانتخابات البلدية والاختيارية الحالية مواجهة العديد من السيدات ومعظمهم بشكل منفرد أقوى اللوائح بأكثر من منطقة. أمال حطوم كسرت القاعدة بالضاحية الجنوبية وخاضت معركتها ضد عمة ونجحت وصارت مختارة بمنطقة برج البراجنة وتحديداً بحي السنديان، وسجلت خرق كأول مختارة ببلدة الضاحية الجنوبية منذ بدء إجراء الانتخابات الاختيارية. أما بالجنوب فكانت ملفتة ظاهرة ترشح نساء بمناطق كانت حكر على الرجال، فبكفر تبنيت ترشحت سعاد حسن طباجة أو الحجي أم محمد وهي أم لثمان أولاد لمركز المختار. سعاد الناشطة اجتماعياً وبنت مختار سابق قالت إنه ترشحها نابع من إيمانها بدور المرأة وقدرتها على الإصلاح والمساهمة بتطوير المجتمع. وببلدة الطيبة الجنوبية ترشحت صحفية نبيلة غصين بوجه اللائحة المدعومة من الأحزاب. إذا بدي أحكي عن صعيد الطيبة بشكل عام ما فيني أحكي عن ضغوطات، ولكن أنا بعرف إنه بقرى تانية يمكن الضغوطات عم بتصير بإنه ضغط على المرشحين بإنه ينسحبوا، بإنه مثلاً شو بدك بهال، كان إذا بنت أو كان رجل شو بدك بهالقصة خلاص انسحبة. وعلى الرغم من قلة المرشحين بمحافظة النبطية كان لافت ترشح أكثر من 30 سيدة للانتخابات البلدية. بحسبية الأمر مختلف، فترشح أربع نساء تواجه بحظر ديني تمثل بتأكيد كبير مشايخ خلوات البياضة غالب قيس عشية الانتخابات إنه رح يقاطعوا بالكامل أي لائحة بتضم نساء، بوقت نقلت وسائل إعلام عن بعض المشايخ استغراب القرار لأنه قانون المجلس المذهبي لطائفة موحدين دروز سمح للمرأة بأنه تكون عضو بالمجلس المذهبي وتشارك بانتخاب شيخ العقل، وأشاروا إلى أنه النساء الدرزيات تبوأنا مراكز متقدمة على مر التاريخ، معتبرين أنه هيدا الأمر يصنف في خانة المظلومية. أما بجبيل فواجهت كلود مرجي بشكل منفرد محدلة لائحة رئيس البلدية زياد حواط بالرغم من أنه حظوظها كانت شبه معدومة. نحن اليوم عندنا فرصة أنه نحاسب كل الأعمال اللي أنجزت خلال الست سنين. نحن صرنا على زون الخطر بجبيل. إذا هالمشاريع الإنمائية ظلت مستمرة بهالنمو بدون ما تعتمد على ركائز الاستدامة نحن رايحين على انهيار. وبانتظار معركة الشمال الأحد المقبل وبعد انتهاء الانتخابات بيتوضح المشهد وبينعرف قديش قدروا السيدات يفرضوا حضورهم بمعارك كانت حكر على الرجال. سيكم بالخير. نحن بدنا نبلش. مختارة مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. ليش ترشحتي ضد عمك؟ أنا ما ترشحت ضد عمي. وترشح ضدك؟ أنا بالأول ترشحت وترشح عمي. هلا أنا عمك خيبيك أو والد زوجك؟ لا عمي خيبيك. خيبيك. بقى تركناها هيك إنه ترشح ضدك من منطلق إنه خلي الناس هي اللي تختار. إيه ترشح ضدك من منطلق إنه لا يجوز لست إنها تترشح لمنصب مختارة، أبداً. مش العائلة ما فيها رجال نازلة تترشح لنا على مختارة؟ لا يعني كان في شيء هاي الذهنية موجودة؟ لا أبداً، هو يعني كان بده يترشح وأنا أنا كنت مرشحة قبل وهو ترشح، بقى أنا تركته يعني اللي عنده الخيار. أنت أول مختارة بالضاحية الجنوبية؟ أول مختارة بقضاء بعبدة. بقضاء بعبدة. طيب شرعا او حزبيا او ما كان في اي اعتراض أبداً انك تترشحي؟ ما عم بسال. عندنا اصلا كل الديانات اللي بعتقد عطت حقوقها للمراه. نعم. ما في الا العصر الجاهلي ما كان عاطي حقوق المراه، صح ولا لا؟ بقى المفروض يعني ما المفروض ناخذ هالفكره انه المراه، ما هي المراه نصف المجتمع. صحيح. صح. ستات كلهم انتخبوك؟ بدك تقول ستات ورجال؟ لا يعني بس ستات انا عم بركز على الستات. كانوا كثير مبسوطين انتخبوني. ايه ورجال ما حدا وشباب. ما كانوا حدا زعبر على الصندوق؟ كانوا كل لا مين بدي زعبر، كانوا كلهم واقفين حدي الحمد لله. يعطيك العافيه. كانوا كثار واقفين حدي. كلود يعني حيث لم يجرؤ الاحزاب، اذا بيتزبط عربيا اللغه، يعني حيث لم تجرؤ الاحزاب كلود تجرأت،
يعني بالوقت لما قال لهم زياد حواط للاحزاب انا هيدا اللي عندي انه بدكم ما بدكم انا هيدا اللي عندي، فلم تتجرأ الاحزاب ان تخوض المعركه بوجه زياد حواط بجبيل، باعتبار يعني هيدا كنا عم نحكي عنه من شوي انه كان يعني اللي صدمنا ومزعلنا، يعني مش عم نحكي على زياد عم نحكي بالمطلق انه ما كان همومهم التغيير بقدر ما كان همومهم يوصلوا، يعني انه بدنا نوصل ما بدنا نغير، ما لنا قادرين نغير ما عملنا معركه. فبجبيل ما صار في معركه، في كلود وحده نزلت وقفت بالساحه رغم انها عارفه انه حظوظها معدومه، ولكن قررت انها تواجه ما يعرف بمحدله زياد حواط بجبيل. ليش؟ لك طبعا نحن واكبنا المفاوضات مع التيار الوطني الحر والاحزاب الاخرى، وبعدين لما اتخذ قرار انه التيار ما يخوض المعركه كان لابد ما حدا انت تيار؟ انا بالتيار الوطني الحر الوطني. وما زلت نعم. بالتيار الوطني الحر رغم كل الاشاعات، لان انا 15 يوم ما فصلوكي لانك لم تلتزمي حزبيا مثل ما صار اني ما بيفصلوا، وانا حتى هلا اليوم سلمتي بطاقتك ولا لا 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 ابدا ابدا ولا انطلب مني شيء، طبعا احيب الجزدان وما بتركها. لا نحن اليوم صرنا مؤسسه، نحن بطلنا حزب على الهامش، يعني يمكن من 10 سنين معنا رخصه، ولكن اليوم من كم اشهر صرنا مؤسسه. هلا الحزب قاعد على جنب، ليش قاعد على جنب؟ ما هيدا السؤال. هلا هيدا بتعرف الحزب بيشتغل على صعيد لبنان كله، نحن ما بناخذ جبيل لوحده، الحزب عنده سياسته على صعيد لبنان كله، هيدا اتخذ القرار هلا صح او غلط هيدا بيتناقش بعد ما تخلص الانتخابات. انت ليه ما قعدتي على جنب؟ لانه القصه بالنسبه لي بجبيل ما كانت قصه احزاب ولا احجام احزاب، والحمد لله انه ما بقيت بهالصوره، لانه الاعلام لو انخاضت بين احزاب كان الاعلام ركز على دور الاحزاب ونسى القضيه الاساسيه. القضيه الاساسيه هي مشروع انماء ومشاريع انمائيه خاطئه من 6 سنين عم تنخاض. بس اليوم خلينا كمان نحكي انه جبيل، بلديه جبيل يضرب فيها المثل بالانجازات وبالبلديات الناجحه، وزياد حواط تحديدا كرئيس بلديه ناجح. هذا الخطر الاكبر، يعني هيدا كان التحدي الاكبر بفهمك، مشان هيك العالم كلها اعتبرت انه خطوتي كانت كثير جريئه، لانه الصوره البروباغاندا المعموله عن جبيل خلال ال6 سنين صحيح كانت قويه. هلا طبعا في انجازات نحن ما فينا ننكر، ولكن انا متخصصه بالسياحه المستدامه، ونحن من سنتين وانا حتى خلال ال6 سنين كلها انا كنت عم بتعاون مع البلديه، وانا بتحدى هلا حدا يتلف انه يقول لا، حتى لما يصير في اخطاء على السكت، يعني انا ما استعملت الحزب وما استعملت الاعلام حتى نحكي الاخطاء. طيب بالعكس شو كنت على السكت، يعني من نزلتك بوجه هاي المحدله اللي انت عارفه حالك ما رح تربحي، شو كان بدك؟ كان ضروري تقولي لزياد حواط شو؟ بالبدايه نحن لازم نعرف انه كل 6 سنين هيدا حق كل مواطن، حقه يترشح وجباته يحاسب. هلا بدك تحاسبي على شو؟ نحن برجع بقول لك، وانا من مدرسه حزبيه بتحترم الاستحقاق الدستوري، نطرنا 6 سنين انا عم بحكي تنحاسب. بدك تحاسبي المجلس البلدي بجبيل اللي كان برئاسه زياد حواط على شو؟ على عده امور نزلت مثل ما شفناها هلا بالروبورتاج ب 15 بند. القسم الاولاني منه هي كانت نتيجه الدراسه اللي عملناها من الجامعه اللبنانيه، وانا كنت من مجموعه الدكتوران اللي اشتغلوا عليها، وعرضناها، وبتعرف من بعد كل دراسه بتعطي توصيات، وكانوا موجودين واستاذ زياد موجود والمجلس موجود، وقلنا هول التوصيات ضروري تتنفذ بسرعه والا في خطر على المدينه، سو مثل ما هن التوصيات نقلتهم على البرنامج. بعدين تبين عندي مخاطر اكبر بمشاريع كثير كبيره. وين الخطر؟ يعني جبيل وصلت مع زياد حواط الى العالميه. نرجع بنحكي اي مشروع انماء اليوم بالعالم كله بالمنطق العلمي، ما بتجاوبيني على نعم. على اي على مشروع ما بيرتكز يعني على يعني انت اليوم منك نازله لتحاسبي بلديه فاشله او رئيس بلديه فاشل، عم بتحاسبي رئيس بلديه اوصل بلديته الى العالميه. لا ما اوصلها الى العالميه، لانه نحن قبل بمره عشنا ببيروت، بيروت المدينه السياحيه الاولى، بيروت مدينه المؤتمرات، بيروت عاصمه الفرنكوفونيه، وبيروت كانت عم تتزفت وعم بيروح معالمها الاثريه، واليوم بعد 25 سنه توقف حرب كم واحد انتخب ببيروت؟ عم بيصير بجبيل ذات شيء؟ تماما، زيت المخطط لجبيل. عم بيروح معالم اثريه بجبيل؟ ما في اهتمام بالمعالم الاثريه، اليوم لما بتنقطي على الكهرباء وبتلاقي كل الشوارع اللي فيها البابات والمطاعم عم بتشعشع والموسيقى عاليه، ومنطقتنا السياحيه والقلعه معتمه،
لما بتشوف الطريق الرومانية بلا 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 هلا لا 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 انا عم بحكيك عم بحكيك حقيقة اكثر من هيك كم لما حدا وقف حدك 375 اللي بيقولي لانه ما خلوني مندوبين انا هددوا حتى المندوبين حتى مين هددون هددوا طبعا وكله عم يتوثق حاليا يمكن هو اللي معرفته فيها حتى نحن نهار الانتخابات تعدوا علينا يعني صار في حكي لا يليق لا فيي ولا بش اشخاص اللي كانوا داعميني مثل كان في مواطنون مواطنات في دولة مع الوزير نحاس يلي نحن بنفتخر فيه كوزير نعم. من أنظف وزراء اجوا على حكومتنا كان في مجموعة من جبيل أحلى أسيئوا أنا بقول ما أسيئوا لا أسيئوا لحالهم أسيئوا لصورة جبيل لأنه تهجموا وحكوا كلام لا يليق بمدينة جبيل وكل مثلاً على سبيل المثال رجع بيروت شو لك شغل ببيروت ونحن هاي مدينة عم نفتحها للسياحة عم نفتحها للسياحة وللزوار ايه. بيقولوا لشخص عم نفتحها للسياحة كسيح بس ما عم نفتحها ما عم نفتحها بالانتخابات البلدية يجي واحد من خارج المنطقة يتعطى بانتخابات بلدي تاني مواطنون مواطنات تقبلي مثلا كانت تنزل كلود من جبال تتعاطى بانتخابات المخترة بالضاحية الجنوبية مواطنون مواطنات هن الحركة اللي دعموني يعني هن كانوا كنت أنا صورتهم بالمدينة ما حدا فيقول لا بعدين نحن بنعمل نعيش كانتونات لكن أنا شو بقول لكن أنت مرشحة أنت مرشحة عن منطقتك وعن مدينتك لكن شو بنقول لكن عن الخطاب الشهير بال2010 أول ما استلم بتدخل رفيق الحريري بالشردة والوردة وأنا بقرأ خطابه الشهير لرئيس البلدية 2010 كان الرئيس سعيد استشهد لا سعد الحريري بيقول له نحن الشباب منسلمك ياهن هاي أمانة والبيرق بين إيديك بتصير أمامنا ونحن إلى جانبك طيب هيدا تيساعدوا بالمشاريع أي تمويل. مشاريع بالتمويل بالتمويل ولكن أهدافهم وين ما عشنا بيروت زيت التجربة لا. أنا برجع بقول لك الأساس يلي ما بعرف إذا قدي رح تعطيني وقت نحكيها خلص الوقت بالمشاريع الإنمائية السياحية إذا مش مرتكزة على ركائز الاستدامة وهيدي طبعا علم بحد ذاته هي مشاريع كتير خطيرة للمدينة وكل المشاريع ثبتها أنا ببرنامجي وعبل فيديوز سمول فيديوز على الفيسبوك كل المشاريع اللي خدناها منا مرتكزة على الاستدامة مشان هيك هي مشاريع خطيرة تعتبري زياد خواتهم على رئيس بلدية جبال خير لجبال أو نحن بلشنا المحاسبة مشان هيك أنا قلت مشروع خراب لجبال لا مش مشروع خراب طبعا ولكن نحن العين الساهرة لأنه نهار اللي ترشحت أنا بالنسبة إلي بلشت المعركة لحماية المدينة والمعارضة على المشاريع الغير إنمائية نعم. الأحد هو كان بس محطة لحتى نقدر نفرجي هالخطورة ونحن مستمرين طبعا مختارة شو مشروعك؟ اليوم أنت أول مختارة بالضاحية الجنوبية أنا قضاء بعبدة قضاء بعبدة أنا بإذن الله نازلة رح تكوني مختارة للنساء فقط أو مختارة لا بإذن الله منطقتي لأهل منطقتي بس رح تكوني للنساء فقط اتوسع لا. أو للرجال كمان لا يعني شو بقدر أخدم أنا على راسي من فوق بخدمهم لأهل منطقتي لا أكيد ما الرجال انتخبونا كمان هاي مسحة أنا خبيرة محاسبة عندي مكتب محاسبة نعم بقى اجتني فكرة إنه يعني قادرة أنا بهالوقت أقدر ساعد أهل منطقتي وإذا بقدر على أوسع من أهل منطقتي كنت منتظرة إنك تربحي؟ ما كنت خايفانة ما كنت خايفانة بس كنت منتظرة؟ ما كنت خايفانة بس صدق إنه في كتير ناس يعني نزلوا انتخبوني بيعرفوا عني بس من دون ما يعرفوني يعني انا بهالفتره هاي ايه الله يخليك انا بهالفتره انا بهالفتره هاي انه رحت زرت الناس يعني بعض الناس عندي يوم السبت قبل بنهار من الانتخابات عرفت في ناس زعلوا كيف انا ما زرتهم حملت حالي ورحت زرتهم وفي بعض كثير ناس ما كانوا يعني ما بيعرفوني الله يقويك ويأخذ بإيديك والله يوفقك وكمان بنتمنى أنكم تبقوا العين الساهرة طبعاً رح نبقى مش بس على جبال على كل مدينة بلبنان ومنطقة بحاجة أن يكون في عليها عين ساهرة وأنا في يزيد أنه جبال مدينة مش عادية يعني مع احترامنا لكل المدن جبال مدينة الحرف ومدينة 7000 سنة تاريخ ما فينا نعمل فيها أي مشروع إنمائي لا صحيح. طبعاً